يعني ايه لغو دورك؟ مش فاهم. يعني البطلة ما عجبهاش الحوار اللي بيني وبينها، قامت لغيت بس. وهي مالها ومال حواراتك؟ ما تخليها هي بذات نفسها. لا يجوز علي النعمة، لا يجوز. اهو جاز من حظي الاسود، جاز. هي تاخد الملايين ولا الملاليم، لكن برضو مش عارف. بس انا بقى مش داخل دماغي الكلام ده. هي سايبه، هو مفيش مخرج لا مؤاخذه ولا ايه؟ تقريبا. قصدك يعني كيس جوافه مخرج كده على ما تفرج. علي النعمه دي سيما اوانطه. بسم الله عليك، هي سيما اوانطه البطله، فيها كل حاجه واحنا خدامين تراب رجليها. يلا ولا يهمك، مطرح ما ترسي بقى دق لها. ما انت كده من ساعه ما اتجوزتك وانت شبه الظروف الوحشه ليس الا. وانت ايه؟ ما انت شبه العمل الراضي. انت هتخشي لي قافيه؟ ما علينا، كاننا لسه في زمن السينما الصامته. المهم قبضت كام؟ 200 ولا اكتر؟ 200 ايه؟ بقول لك ما نطقتش، يعني خدت اجر كومبارس صامت 50 جنيه وبس. ولو ان مش بالع الحكايه دي وحاسس كده انك بتكدبي، لكن هكدب عليك ليه؟ انت اصلا انت كده بحالك ليك ايه عندي؟ ماليش. يلا رضا ال 50 جنيه كومبارس صامت. هو ايه اللي رضا؟ بتمديلي ايدك كمان؟ انت خلاص قلعت برقع الحياه. الحياه في الرجاله بيجيب الفقر. وبعدين انا جوزك ومزنوق، والمليان يكب على الفاضي. مزنوق؟ مزنوق في ايه؟ في حجرين؟ يا اخي ال 50 جنيه دول نصهم هناكل بيهم ونصهم هديهم لاخويا صبحي. صبحي؟ يعني ايه تسيبي جوزك وعيالك جعانين وتروحي تبقشاش على اخوكي؟ مش ببقشش وانا بنيل، ده دين، ده بقى البادي اللي اتنيلت مثلت بيه. قصدك اللي ما مثلتيش بيه، روحي يا اختي رجعي المحل من تاني ولا اديه صبحي يتصرف فيه وهاتي بقى ال 50. اوعي عرفه وخلي ليلتك دي تعدي على خير. يعني ايه هتضربيني يا بنت الفقريه ولا ايه؟ اوعي يا اخي اوعى بقى، ابعد عني واسترجل شويه. استرجل؟ ماشي يا بنت السعديه من تاني. هاتك القرف، انت اللي اضطريت فينا اعمل كده يا كومبارس صامت. قلتي مزاجي. ده كسروجي. وخلاص ما بقاش فيه غير السنين اللي انت ماسكه ده عمال تشتغل فيه. الله يستر عليك. ازيك حبيبي؟ انا كويس الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ازيك شيخ مصباح؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يخليك. تعال تعال اتفضل اتفضل. تعالى اقعد. متشكرين. ازيك شيخ مصباح؟ انت عامل ايه؟ الحمد لله والشكر لله، كله تمام الحمد لله. يلا ربنا يعينك على المهمه الشاقه اللي انت هتشوفها دي. يا خبر، ايه اللي عمل فيه كده؟ حادث مؤسف للاسف الشديد، راح نتيجته العود ده وعقله وبنجز. مش معقول تكون انضربت بفرح، ده انت صوتك من دهب. بس نعمل ايه بقى يا ابو الشوق؟ ودن السميعه من صفيح. انت غنيت لهم ايه؟ والله غنيت كل شيء يبهج القلب يا اخي ويفرح الناس. بس نعمل ايه بقى؟ اهل العروسه والعريس اتخانوا مع بعضهم. ايوه بس ده حالته مؤلمه قوي. خلاص بقى، بركه فيك بقى يا جدع، انت بقى ترجعه زي ما كان. لو ايه؟ لو عود في قفه. انا مش حاوي يا شيخ مصباح. تساحر تساحر يا مصطفى، ساحر ساحر في كل ما هو وتري. اي وتر يبكي ويشجي ويبهج. الصندوق عايز يترمم لغايه ما يوصله بنفسه، وبعدين عايز يتخرط له رقبه جديده تتلهم في الصندوق والاوتار تتغير. حبيبي بقى ربنا معاك بقى ويعينك على المهمه الشاقه دي وجميلك على راسي. جميلي؟ وانت مش ناوي تدفع ثمن التصليح ولا ايه؟ يا راجل ادفع الله، ده انت غريب قوي. ادفع يا ابني، هتموتوا على القرش. هدفع لما الزمالك ياخد الدوري. ايه علاقه الزمالك بالعود؟ لا ما هو اصل الزملكاويه موصيني، يعني مكلفيني ان انا اعمل لهم اغنيه الفوز مقابل مبلغ محترم. معلش يا شيخ مصباح، شوف حد تاني يصلح لك العود. خلاص بقى يا اخي بقى، الله ما يبقاش قلبك اسود، اعتبرني اهلاوي. كده هصلح لك العود ببلاش. وانا موافق. اخده امتى بقى؟ بعد اسبوعين ان شاء الله. ايه يا ابو الشوق اللي انت بتقوله ده؟ الله، اسبوعين يا جدع انت؟ لا انا عايزه كمان اسبوع. انا عندي حفله في الاوبرا. تاخدني معاك؟ ماشي اخدك معايا، بس الدخول بالملابس الرسميه. انت ممكن تدخل زي ما انت كده وانا اجيب لك كرافطة على حسابي. ماشي يا عم، وانا هجيب لك فرح تغني فيه كام اغنيه حلمانتيش. يا سلام. وادي نفحه من العربونه اهي. امسك. ايه ده؟ نفحة. كمان نفحة من العربون؟ الاهلي ايه؟ الاهلي؟ الاهلي علي. ازيك يا شيخ مصباح؟ الله، وانا بقى مصباح من غير القاب. ايه؟ جميل على فين موديها خطابين؟ تكون على فين يعني؟ على مكتب الريجيسير. مال صوتك؟
مش عاجبني. وانا كل ما ما اشوفكيش هلاقيكي متضايقه. اعمل ايه بس؟ ما انا كل ما امشي بختي يمشي ورايا. بختك ده بيفهم. امال يمشي ورايا انا؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه. انت لو فضلت طول عمرك تندبي حظك كده هتتبلي وانت فوق غصنك من غير ما حد يشوف حسنك يا ورده. ورده؟ ولا ورده ولا يحزنون. عارف يا مصباح، انا حاسه ان انا من ساعه ما اتولدت وانا حظي ماشي ورايا بيقول لي انت ايه اللي جابك الدنيا؟ تعتذري احسن. اعتذري؟ اعتذري عن ايه؟ عن وجودي، عن حياتي. انا تعبت قوي يا مصباح، تعبت. فوزيه